السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة بعنوان What is AWS Organizations. بعدنا شوية عن الـ S3 ولكن هنستكملها في المحاضرات الجاية. هنقطع الكلام عن الـ S3 بالمحاضرة دي لأن هي متداخلة مع المحاضرات الجاية فيما يخص الـ S3، فما ينفعش نشرح حاجة ونطبق عليها وهي مبنية على حاجة تانية إحنا مش فاهمينها، تمام؟ فبالتالي وجب شرح الجزئية الخاصة بالـ AWS Organization. أول حاجة وزي ما تعودنا هنعرف يعني إيه الـ AWS Organizations Account، يعني إيه أصلا. كذلك هنتكلم عن الـ Organizations Terminology، هنشوف بعض المصطلحات وبعض المسميات الخاصة بموضوع الـ Organizations دي، وكذلك هنتكلم عن نقطة الـ Consolidated بيلينج بروسيس او تنظيم الفواتير والمدفوعات على الحسابات اللي احنا هنتكلم عليها دي. فمبدئيا لما اجي اتكلم عن الاورجنايزيشنز اكاونت، فبيقول لي ان ده اكاونت بيكون على سبيل المثال اكاونت للمنظمه، اورجنايزيشن اللي هي المنظمه، تمام؟ المنظمه دي بيكون بيندرج تحتيها اكتر من اداره او اكتر من وحده، الوحدات دي تحتيها مستخدمين او ديفلوبرز او بروجرامرز او ايا كان المسميات بتاعتهم. طيب انا عندي في الشركه عايز اعمل الرسم او التخطيط الخاص بالاداره ده بنفس الشكل على امازون، فبالتالي هعمل الموضوع ده ازاي؟ انا عارف ان انا ممكن اعمل يوزرز وادي يوزر صلاحيات وكل الكلام ده كله، ولكن انا هنا بتكلم عن حاجه مركزيه، إدارة مركزية لحسابات أو أكتر من حساب موجودين عندي فيما يتعلق أو من خلال موضوع الـ Organizations Account. طيب إيه الـ Terminologies اللي عندي أو إيه المسميات أو الشكل العام الخاص بالـ Organizations Account بتاعتي؟ في البداية بيقول لك أنت عندك الروت. الروت ده تقدر تعتبره زي الأونر الخاص بالشركة، تمام؟ الهيد بتاع الشركة، أعلى حد مسؤول عن الأكاونت أو الكلاود في الشركة بتاعتي، تمام؟ تحتيه بيندرج OU، الـOU دي اللي هي عبارة عن إيه؟ الأورجنايزيشن يونت، تمام؟ باختصار للأورجنايزيشن يونت. الأورجنايزيشن يونت دي أنا موصف لها بوليسي، أنا هنا عندي بوليسي في الجزء ده، تمام؟ وعندي بوليسي تانية بتوصف او يعني بتوصف لي صلاحيات الاورجنايزيشن يونت دي، تمام؟ طيب انا عندي التو اورجنايزيشن يونتس دول بيندرج تحتيهم حاجات تانية. حاجات تانية زي ايه؟ ممكن على سبيل المثال يكون تحتيهم اكاونتس موجوده، او تحت الاورجنايزيشن يونت تحتيها اورجنايزيشن يونت تانية، تمام؟ فبالتالي لو انا عندي اكاونتس او اكاونت موجود تحت الاورجنايزيشن يونت بتاعتي اقدر احط له بوليسي اخرى، كذلك الاورجنايزيشن يونت اللي موجوده تحت الاورجنايزيشن يونت اللي تحت الروت اقدر احط لها بوليسي، تمام؟ فلو بصيت للشكل ده بشكل عام كده هتلاقي ده زي بالظبط تخطيط او تنظيم هرمي او التنظيم الاداري للشركه بتاعتك بكل حاجه، صلاحيات الوصول لكل السيرفيسز اللي موجوده على امازون، تمام؟ الإدارة دي ليها حق الوصول لأي سيرفيس بالظبط، الإدارة دي بيندرج تحتيها أكونتات، تمام؟ طب الإدارة دي أو اليونت دي ممكن بيندرج تحتيها يونت تانية، واليونت دي موجود فيها أكتر من أكونت تاني، تمام؟ فبالتالي بتقدر توصف كل حاجة من دول ببوليسي مختلفة، كذلك كلهم بيتم إدارتهم من خلال الروت أكونت أو من الأكونت أورجنايزيشن اللي إحنا بنتكلم عنه. بعد كده عندي الـ Consolidated Billing Process، دي بنقصد بيها ان انت من خلال الماستر اكاونت او من خلال بقى الاورجنايزيشن، تمام، بتقدر تحدد لكل اكاونت بادجت معين مثلا شهريا، الفيز او الرسوم او التكلفة الشهرية اللي القسم ده او الاكاونت ده بقى هيصرفه ما يعديش مثلا $50 $100، فبالتالي اما يبقى عندي واحد ولا اتنين ولا تلات اربع اكونتات خمسة ايا كان عدد بقى الادارات عندك او تقسيمها هيكون ازاي، بتكون عارف التكلفة الشهرية الخاصة بكل ادارة
وبالتالي بالشركة كلها هتكون عارف التكلفة كلها ازاي. فدي اللي احنا نقصده بالكونسوليديت بيلنج، يعني ان انت بتقدر تحدد او بتعمل ليميت لكل حاجة او لكل ادارة فيما يخص الجزء المادي. طيب القصة دي بتتعمل ازاي على امازون؟ تعالوا كده مع بعض نروح على الكونسول ونشوف الدنيا بتبقى ماشية ازاي. انا هنا عندي فاتح الكونسول وعندي اكتر من طريقة. اول طريقة ان انا ممكن اوصل لها عن طريق ان انا بدوس على اليوزر نيم بتاعي وادخل على ماي اورجانيزيشن، دي اول حاجه. بس مبدئيا لازم تكون داخل بالروت اكاونت. الروت اكاونت احنا عرفنا اللي انا كريت بيه الايميل بتاعي او الحساب بتاعي على امازون الاساسي، تمام، مش يوزر. فدي احد الطرق ان انت ممكن تجيبها من هنا او ممكن تجيبها من سيرفيسز عند المانجمنت. اول حاجه هتلاقيها الاي دبليو اس اورجانيزيشن، ومجرد ما دخلت عليها هتجيلك في الريسنتلي، يعني الحاجات اللي انت دخلت عليها قبل كده. فممكن ندخل عليها مره تانيه. انت اول ما بتفتح بيجيب لك رساله لو انت ما عملتهاش خالص، تمام، بيجيب لك رساله ويلكم تو اي دبليو اس اورجانيزيشن، بتدوس ستارت او كرييت بيفتح لك الصفحه دي. الصفحه دي فيها ايه؟ الصفحه دي فيها الروت اكاونت. الروت اكاونت اللي انا فاتح منه دلوقتي ده الايميل بتاعي، ده الاي دي. بمجرد ما افتح وبدوس كرييت بيبعت لي ايميل في فيريفيكيشن علشان افعل موضوع الاي دبليو اس اورجانيزيشن. طيب الايميل ده بيكون شكله ايه؟ ده شكل الايميل اللي بيتبعت، تمام. هتدوس فيريفاي، سهله جدا، وتيجي على البراوزر بتاعك. تمام، هنا بيقول لك ان الاكونت هاز بين فيريفايد، يعني خلاص هو كده متفعل، واوبشن الاي دبليو اس اورجانيزيشن اصبح شغال عندك حاليا. طيب انت حاليا هتعمل اكونت جديد، تمام، سواء بقى الاكونت ده هيكون او يو اورجانيزيشن يونت او اكونت عادي. فانت بتدخل على اد اكونت، عندك اختيارين. الاختيار الاولاني انفايت اكونت او كرييت اكونت، تمام. فاحنا هنعمل انفيتيشن، يعني هنبعت ايميل لايميل موجود بره خالص. فممكن نبعت مثلا ايميل لاداره الحسابات مثلا، تمام، او المدفوعات والكلام ده. فعندي مثلا ايميل ونوتس هنا مثلا ويلكم تو اور اورجانيزيشن مثلا، تمام. ثم هعمل انفايت. هنا عمل ايه؟ هنا بعت لي انفايت على الاكونت ده، تمام. ولو رحت هنا كده، تمام، لسه ما فيش اي اكونت. الاكونت هيظهر معايا امتى؟ لما الاكونت ده يفتح الانبوكس بتاعه ويعمل الفيريفيكيشن الخاص بيه. طيب تعالوا كده نعمل الفيريفيكيشن، ولكن انا هنا عندي سؤال. هل اما احنا عملنا انفيتيشن ده هل لازم الاكونت ده يكون اوريدي سايند اب على امازون، يعني لازم يكون مشترك بالفعل في امازون ولا لا؟ في الاوبشنز اللي احنا بنختارها هنا انفايت اكونت او كرييت اكونت، انا اتعمدت ادوس انفايت علشان نشوف الموضوع ده. ان انا يعني لو حاولت ادخل على الاكونت ده، يعني عملت بقى دخلت على اللينك ده، هيقول لي ادخل بقى اعمل ساين ان بالايميل والباسورد. طيب انت اصلا مسجل؟ لو بيمنت اند بوكس ده مسجل اصلا؟ لا ده مش متسجل، فبالتالي مش هيدخل لان ده اصلا مش حساب على امازون. طيب هو مش حساب، اعمل له ايه؟ اعمل كرييت اكونت، تمام. الاكونت نيم مثلا، مثلا ممكن نكتب البيمنت مثلا، تمام، الميل بتاعي والرول بتاعته. مثلا ممكن اسميه اورجانيزيشن بيمنت يونت مثلا، يعني كرييت. بعد ما الاكونت بتاعي بيبعت له الانفيتيشن بتاعي، بيكون بس فاضل خطوه بسيطه ان انا اخش اعمل الباسورد بتاعه، تمام. بعد ما بفتح الاكونت بروح على صفحه جديده واحط اللينك الخاص بالانفيتيشن. انا هنا عندي الفول سكرين، تمام،
ده لينك الانفيتيشن اللي في الميل، مجرد ما بفتحه بيظهر لي الانفيتيشن، وانا داخل على الاكونت بيظهر لي الانفيتيشن بالشكل ده، ان الماستر اكونت نيم كذا والايميل كذا، ولو في نوتس انا كاتبها تمام بعمل اكسبت كونفيرم تمام. هنا مش عايز يدخل ليه؟ لان انا اوريدي عملت الموضوع ده وعملت اكسبت، وهو خلاص اصبح اوريدي ممبر في الاورجنايزيشن دي تمام. طيب هعرف ازاي ان انا اوريدي في الاورجنايزيشن دي؟ هدخل بنفس الشكل على الماي اورجنايزيشن، هلاقي عندي الاوبشنز شكلها مختلف خالص، لان انا جوه الاورجنايزيشن دي مش روت، انا اورجنايزيشن يونت يعتبر او اكونت، يعني بيكون الاورجنايزيشن اي دي بالشكل ده والماستر اكونت، وفيه بس اوبشن اخير اللي هو ايه، ليف اورجنايز او اورجنايزيشن، ان انت تغادر الشركه دي او تخرج منها. انما غير كده كل الادمنستريشن او كل المانجمنت بيتم من خلال الروت اكونت. فانا هنا عندي مجرد ما بعمل ريفرش كده بلاقي الاكونت عندي، او الاورجنايزيشن يونت دي بقى بقت عندي بالشكل ده افيلبل كده. طيب التقسيمات بقى بتاعتي والتوزيعات بعملها ازاي؟ لو دخلت على الاورجنايز اكونت تمام، بلاقي عندي بقى ايه كل الاكونتات الموجوده عندي. طيب انا عندي كام يونت؟ انا ما عنديش ولا يونت، انا عندي اليونت الاساسيه اللي هو الروت تمام، اللي هو الهيد اول حاجه خالص. باجي اعمل اورجنايزيشن يونت مثلا، فانا عندي اداره اللي هي مثلا الفاينانس مثلا، فاينانس. بعد ما بعمل اليونت دي باجي احدد الاكونت اللي انا عايز ادخله تحت الاداره دي، واقوم محدده بالشكل ده، او لو في اكتر من اكونت بحددهم بالشكل ده، ثم اعمل موف بيقول لي عايز توديه فين. هنا بقى بدا يرسم لي الشجره بتاعتي. فانا عندي الروت اهو، تحتيها الفاينانس، مفيش اي حاجه تحتيها. لو تحتيها اورجانيزيشن يونت تاني هلاقي نفس الترتيب او نفس التتابع ده، ثم هعمل موف تمام. فبالتالي بقت ظاهره معايا الشجره بتاعتي بالشكل ده كده تمام، الروت تحته الفاينانس، لو في اي اورجانيزيشن يونت تاني هيكون ظاهر عندي بالشكل ده. طيب انا دخلت على الفاينانس تحديدا، بيدخلني كاني فتحت صفحه جديده بنفس الايه، بنفس النمط، اقدر من خلالها اكريت يونت تانية، احط اكونتات تانية، كل الكلام ده تمام. وهنا عامل لك اللي هو التري فيو اللي هو الشكل ده، وممكن ترجع تاني للروت من هنا وتبدا تقسم وتظبط البوليسز بتاعتك من السكشن ده. هنا بقى السكشن ده خاص بالبوليسز الخاصه بالاورجنايزيشن يونتس الثانيه او اللي انت بتعملها، يعني السيرفيس كنترول، كل الكلام ده. دي يعني حاليا الكونفيجريشن بتاعتها مش مطلوبه منك دلوقتي تكون عارفها كلها، انت بس تكون عارف يعني ايه الاورجنايزيشن في الاي دبليو اس، ازاي اكريت اكونتات عندي، ازاي ابني او انظم التري بتاعتي تمام. موضوع البوليسز ده ان شاء الله هنبقى نتعرض له قدام تمام في جزئيات اخرى. فده كده ببساطه يعني ايه الاي دبليو اس اورجنايزيشنز اكونت، وكذلك الترمينولوجي الخاصه بالموضوع ده اتعرفنا عليها وشفنا المخطط بتاعها بيكون شكله عامل ازاي، وعرفنا ان من مميزاتها ان انا اقدر اعمل كونسوليديت للبيلنج، او اقدر احدد المصروف او المصاريف الشهريه لكل يونت عندي او كل اكونت عندي هيكون قد ايه بالظبط خلال الشهر، بحيث اقدر احسب التكلفه الشهريه بتاعتي في الشركه هتكون ماشيه ازاي. بكده يبقى محاضرتنا انتهت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.